وللمزيد حول انتهاكات المستوطنين والنواب الصهاينة بحق أهالي حي الشيخ جراح بعد اقتحام عضو الكنيسة إتمار بني غفير للحي، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب. أهلا بك معنا أستاذ فخري. حياكم الله. أهلا بك أستاذ فخري. يعني اقتحام جديد للمستوطنين بقيادة عضو الكنيسة إتمار بني غفير لحي الشيخ جراح بعد اقتحام أمس، ما الهدف من قيادة أعضاء الكنيسة لهذه الانتهاكات والاقتحامات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، أولا الأهداف التي يعني يقودها غلاة المتطرفين وما يسمى بن كبير وهو عضو صهيوني متطرف في الكنيسة، وهم واجهة للمؤسسة الرسمية الاحتلالية الإسرائيلية، ولكن تضعهم دائما في الواجهة لتخفيف الضغط عليهم أمام العالم، و للادعاء ان هؤلاء يعني مستوطنون او ليست المؤسسه الرسميه التي تقوم بذلك، ولكن هي نفس الاهداف، يتبادلون الادوار بين المؤسسه الرسميه وبين بلديه الاحتلال وبين غلاة المتطرفين والمستوطنين الذين همهم وهدفهم اقتلاع المقدسيين من منازلهم ومن اراضيهم. واذا تحدثنا عن الشيخ جراح، طرد السكان للاستيلاء على المنازل لاقامه بؤره استيطانيه في تلك المنطقة الحيوية والهامة، ولذلك تكرار هذا العمل حتى يحققوا إنجازات ولإثبات أحق باطل لهم، وكأنهم يعني هم أصحاب الملك وأن النزاع نزاع قانوني وليس سياسي. ولذلك هذا يعني الفاشي الذي يتعدى على القوانين المحلية وحتى الدولية، أظن أن لو أن المؤسسة الرسمية الإسرائيلية لم تبعث ولم ترسل هذا الشخص وأمثاله لقامت بإيقافهم ومنعتهم من الاعتداء على المواطنين وعلى السكان وعلى منازل المواطنين في القدس. نعم، يعني هنا سؤال أستاذ فخري، المستغرب أن الاقتحامات يصاحبها دوما الاعتداء على أهالي الحي، سواء كان هذا الاعتداء جسديا أو لفظيا على مرأى ومسمع من قوات الأمن الصهيونية، يعني ما الدور الذي تلعبه هذه القوات في تلك الاقتحامات؟ دور قوات شرطة الاحتلال هو حماية المعتدين والمستوطنين والمقتحمين وحمايتهم وحراستهم ودفعهم للضغط على المواطنين، ضمن منها أن هذا الضغط سيؤدي إلى يعني ابتعاد الناس أو القبول بما يريد الاحتلال والمستوطنون. ولا ضمن أن هذه شرطة الاحتلال وقوات الأمن الإسرائيلية هي دائما ما تمنعنا وتمنع أهل الشيخ جراح من الدفاع عن أنفسهم وعن منازلهم، ولذلك دورها هو دور مساند للمستوطنين ولحمايتهم ولتحقيق مآربهم. طيب، هذه الاقتحامات والانتهاكات كيف تقابل في الداخل الإسرائيلي؟ ألا يوجد خشية من لربما من الداخل الإسرائيلي بأن تتصاعد الأمور لما يشبه لربما عملية سيف القدس؟ لا شك أن هناك طبعا خشية وتخوف، إن كان من المؤسسة الرسمية ومن أجهزة الأمن الإسرائيلية وحتى من الشارع الإسرائيلي، ولكن هذا هو الاحتلال، دائما ما يحاول يعني إنجاز بالقوة ما يريده. وأظن أن يعني الاحتلال رغم خشيته لأنه يتمدى، وهذا يدل على أن ردة الفعل الشارع المقدسي والشارع الفلسطيني هي التي يعني ربما تؤدي إلى انكفاء الاحتلال ومؤسساته، وذلك تبقى هذه الخشية خشية إلى أن يرى هؤلاء أن هناك شيء على الأرض ملموس كردة فعل لعدم يعني تغول و الاستيلاء على المنازل. ولذلك دائما المطالبة بالوحدة والصمود والثبات، لأن الاحتلال وأعوانه لا يفهمون إلا لغة الصمود والثبات والتحدي، وهذا حق مشروع لنا كفلسطينيين للدفاع عن أنفسنا وعن ممتلكاتنا تحت ظلم الاحتلال ومن ينفذ أجندته. نعم، القوات الصهيونية أغلقت حي الشيخ جراح منذ أمس، ما معنى هذا الإغلاق وما الهدف منه؟ الإغلاق طبعا هو لعدم يعني وصول متضامنين من الفلسطينيين المقدسيين، ولعدم إسناد أهالي الشيخ جراح لعزلهم لدفعهم للرضوخ وحتى يظن أنهم لوحدهم، ولذلك تقوم بالإغلاق. طبعا يعني أهالي القدس هم يمدون الشيخ جراح
ليس فقط بالوقوف والمساند والتضامن، أيضا هناك يعني بعض العائلات وهي قليلة في داخل الشيخ جراح، كثير منهم من كبار السن ومن المرضى، ولذلك هم بحاجة إلى من يساندهم ويساعدهم وإمدادهم حتى بالغذاء وبال يعني أمور المعنوية والمادية. وهذا ما يريد أن يقطعه الاحتلال في الوقت الذي يعني يقبل بتزويد المستوطنين والمقتحمين والمعتدين بالحماية والحراسة وكل ما يحتاجون، يحاول منعنا. ولكن سنبقى، لأن الشيخ جراح هي البداية لتهجير كل القدس، فإذا استطاع الاحتلال الاستيلاء ومستوطنيها على الشيخ جراح سيأتي دور كل الأحياء اللي كان البلد القديمة والمسجد الأقصى وإلى آخره، لأن الشيخ جراح هو جزء مما يسمى عندهم بالواد يعني بمشروع الحوض المقدس الذي يبدأ من الشيخ جراح وصولا إلى منطقة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. شكرا. لإبعاد خط الدفاع الأول عن البلد القديم والمسجد الأقصى لإحلال المستوطنين. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من القدس عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب، شكرا جزيلا لك.